قالت الشرطة التركية إنها اعتقلت 20 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة أنطاليا جنوبي البلاد. وتأتي حملة الاعتقالات بعد أسبوع من قمة 20 المتوقع عقدها ما بين 15 و16 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري في مدينة أنطاليا، والتي تجري فيها استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال زعماء الدول الكبرى المشاركين في القمة.